واضح حياتي تبعني تقوي الرية في السن باش ننسى شحال مصادقة قالت لي راك عاجبني وانا باش هي تعجبني غير انت هي انت مازال ما برات جيت من راه وكاع ما بغات علمتني امي وخا كاع ما قرات السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو رياكشن اخرى عاوتاني هذه الرابعه على التوالي اليوم ودابا غادي معنا تيفلو تيفلو اللي رجع بديسك جديد سميتو غاريت بيل ما عرفش الاسم الديسك ديالو غاريت بيل سانسامون جي اوكيني دا الاسم الديسك ديالو غاريت بيل مي سي بيان سي بيان فاش كتلقى بنادم كيمشي كيقلب على شي حاجه مبدله وديفيرون سي بيان هذا هو الشيء كيخلي كيعطي واحد الجماليه وكيعطي واحد وهاد الاشياء اخرى على اين نشوفوا الديس ديال غاريت بيل صافي لونطون ما درتش رياكشن على التيفلو بوحدو حيت درت واحد الديس فاش كان مع سنيك ومع يوس 45 مي صافي لونطون ما درتش غير التيفلو سو ليتس سي وات وي هاف هير توداي ثلاثه كتامة يلا لا تكس اوي هي 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 اها المخدرات سيئة لا تذهبون للمخدرات اشربوا الماء المحسن كوكاين كاين واحد الحاجه مبدله في هذا الكليب هذا كاين واحد الكاليتي ديال ليماج مبدله شويه الكاليتي ديال ليماج مغايره على اين راكم عرفتوا المكان ثلاث كتامه فين كاينه العشبه اللي كاينه في المغرب اللي كتصدر العالم كامل اي لحد الساعه الدوله ما محيداش داك الشيء ومخلياه رغم ان ديك المنطقه الناس ديالها واخا كيبغيو يزرعوا فيها اي حاجه حتى حاجه ما كتصدق حاولوا الناس ديالها يديروا فيها الخضره يديروا فيها حوايج سبحان الله كتخرج فيها غير العشبه وشو الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى باسكو هذيك العشبه في حد ذاتها راه عندها بزاف ديال المنافع الا عرف بنادم كيفاش يستعملها الناس راه كيستعملوها في الدواء كيستعملوها في بزاف ديال الحوايج ولكن مالوغوزمون بنادم ما كيكونش عارف كيش الدواء كيبقى يكمي والمشكله ما كيكميش بنادم غير حاجه نقيه كيكمي حاجه مخلطه وداك الشيء المخلط هو اللي خايب كيدير الحبوب كيدير بزاف ديال الحوايج خايبين سو انا ما كنشجع حتى شي واحد يكمي ولكن في نفس الوقت خاصنا نكون نقراو على هادشي ونعرفوا المنافع ديال الحوايج اللي عندنا والله سبحانه وتعالى ما دارت تما وما دار هذيك الارض كتنوض فيها غير هذيك سو كاينه واحد الحكمه الهيه نقدو نكون ما فاهمينهاش دابا ولكن على اي سير صراحه
قلت لكم الكاليتا ديال التصوير مبدله، شي حاجه مبدله في هذا الكليب هذا عند تيفلو، شي حاجه مبدله فيه الكاليتا ديال ليماج صراحه. اكشلي هاد البوستر اللي بان دابا كليب امريكاني، ما تقدرش تفرق ما بين حيت باقي انه واخا كاين الاش دي وهذا الشيء، فاش كتمشي تفرج شي كليب امريكاني كيبان لك واحد الاش دي اخر، بلا عندهم اش دي ديال بصح الاش دي ديال الجوطيه. ولكن هذا الكليب هذا لاحظوه اول مره غنلاحظها في شي كليب، كتحس براسك بحال كتشوف كاليتي ديال الميريكان. ها الكاليتي واعره، ميساج لمن هذا يو 45 هذا وارني نديرو حتى الاخر هو زوينه هادي، دير ليهم الوارنينغ حتى الاخر كديرها في الاولى زوينه هادي. اي اي جميل 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 صراحه، ما عمرنا ما شفنا شي كليب بحال هذا. انا لحد الساعه اجمل حاجه عجبتني هو الكليب الريفراز وي وانت هوايا. سي سير تيفلو عنده ديسك اخرين احسن من هذا، مي كاينه واحد لوريجيناليتي فين ما كتكون واحد لاتوش ديال لوريجيناليتي، شي حاجه جديده كتبغي ديرها وتبدلها. فانا كيعجبني الحال صراحه، كيعجبني الحال وكيبان لك بان بنادم خدم دماغه وبغى يعطي واحد الجديد، بغى يعطي شي حاجه جديده. الكليب فين داروا في كتامه هذا، راه كاين بزاف ديال الناس كاين في المغرب تلقى كيكمل حياته كامله كيكمل، ما عمره ما شاف ديك البلاصه وما عمره ما مشى ليها. هادشي علاش كنقول لكم بنادم قبل ما يحاول يسافر لبلايص اخرين، ها تركيا ها الصبليون هادشي، ولا رخيص دابا هادشي، بنادم ولا دغيا يقدم شي دوز فاكونس الصبليون تركيا تشوشيات، وكتلقى باقي ما مساليش حتى بلادو. الوغ تسير المغرب، المغرب راه باقي فيه شلا ما يتشاف وشلا ما تشوفو وشلا ما تبينو في انستغرام وتقولو ها فين دوز بلايص، حسن ما تبقى تقول ها السميه ها الصبليون ولا تركيا ولا هادي. على اي ديسك زويون كيصح انا عاود يتصنت لي، غنعاود نصنت لي باش نرد البال مع الكلمات. فريمون كان في واحد شويه واحد الباسات شويه ديال 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 شي كلاشات في شي نوطات، جو بونس ايل سون ديستيني ليوس 45، صيفطهم ليوس 45 حيت كانوا 20 هما شحال هادي. مي ابار الا كان شي واحد اخر خلاو ليا في الكومونتير، الا كان مصيفطها لشي واحد اخر خلاو ليا في الكومونتير. انا حيت اون جينيرال ما دخلتش في الحياه ديال كاع لي رابور، سي ديفيسيل باش عرف حياتهم كامله، هذا ما غاديش تبقى عندك انت حياه الوغ لاما تبقى داكشي غير سطحي، باش انت ما تعمقش بزاف، خاصك انت تخلق الحياه ديالك، ما تبقاش تعمقوا بزاف في المواضيع. واللي غيكونوا صحاب اليوم يقدروا يتخاصموا غدا ويعاودوا يتصالحوا من بعد، الوغ سي با كاف. واخا حنا ما بغينا حتى شي واحد يتخاصم، بغيناهم يكونوا يبقاو صحاب، ولا كان التنافس يتنافسوا على الراب، يعطيونا الراب ومبقاوش يتنافسوا في اي حاجه اخرى اللي غتكون قل من الراب. على عين كانت هذه الرياكشن مع التيفلو، عجبني الريتم اللي غادي بيه، والرفران ديال كاريت بيل زويون زويون. برافو خويا التيفلو، ونتسناو الديسك الجاي ديالك ان شاء الله. كانت هذه الرياكشن مع الشات، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.